السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، اموركم طيبه. اليوم اخواني اخواتي غادي ندير معكم كاب كيك بالبرتقال، كيجي زوين سهل وبسيط ومكوناته بسيطه جدا. عندي هنايا جوج بيضات، عندي كاس ديال البرتقال ديال العنبه، عندي كاس ديال السكر حبيبات، 200 غرام ديال الطحين الابيض، عندي خميره وزن 8 غرام، عندي ساشي ديال الفاني. ندوزو على بركة الله، هادشي لي كاين. نبداو على بركة الله. كيما قلت ليكم عندي جوج بيضات، غادي ندير الكاس ديال الليمون أو البرتقال، وندير كاس ديال السكر حبيبات، وساشي ديال الفاني. كيجي هاد الكاب كيك زوين، تقدرو تستعملو وليداتكم للكوتي أو المدرسة، يعني راه كيجي اقتصادي. كما كتشوفو كنحاول ندوبو هاديك الحبيبات ديال السكر والفاني كتشوفو. غادي نحاول، غادي ندير خمارة أو بيكن باودر، كنحاول نبسطو الإخوان اللي كيتفرجو فينا. كندير الطحين تدريجيا، بسم الله كيف كتشوفو، كنبقى نزيد الطحين تدريجيا. الطحين كي عندي كيما قلت لكم 200 غرام، يعني زلافه مع مرش ديال الطحين. نحاول ندخل الحبيبات ديال الطحين، صافي غنجيب المول غندير فيهم كاب كيك. جبت المول ديالي درت فيه كاب كيك ديال الكويطات. الا ما عندكمش كديروا جوج في اللاطه او في الصيني اللي غتدخلوا، غديروا جوج كاب كيك، جوج كويطات ديال كاب كيك. نبداو على بركة الله، غادي نهز ندير المعلقه الاولى في الحليه، وندير المعلقه الثانيه. نحاول ما نعمرش باش ما يجينش كابكيك سايح بزاف، ندير غير جوج معلقات. من بعد غنمسح هادشي لي كاين هنايا. كيما كتشوفو صافي، حتى كنكمل كاملين ونعاود نرجع معاكم باش ميجيش الفيديو طويل. من بعد ما كملنا الكاب كيك ديالنا، نحاولوا نزينهم باي حاجه. عندك الشوفان، عندك دوك الحبيبات، شكر الحبيبات. انا غادي نحاول ندير عليهم شويه شوكولاته الفيرنيسيل غير من الفوق. صافي نكون مسخنه الفران قبل على 180 درجه، ولا كان ديال الضوء كنشعل فوق ولتحت، كان ديال الغاز كنشعل غير لتحت حتى كيطيب ليا الكاب كيك ديالي، وكنطلعو لتحت يتحمر شويه ونطلعو. من بعد ان شاء الله ما يطيب الكاب كيك
شوفوا كيفاش جا في الاخير، خليكم معايا حتى الاخير. من بعد ما كملنا الكابكيك ديالنا نحاول نزينهم باي حاجه، عندك الشوفان، عندك دوك حبيبات، شكوك حبيبات، انا غادي نحاول ندير عليهم شويه شوكولاته الفيرنيسيل غير من الفوق. صافي، نكون مسخنا الفران قبل على 180 درجه، ولا كان ديال الضو كنشعل الفوق والتحت، كان ديال الغاز كنشعل غير التحت، حتى كطيب ليا الكاب كيك ديالي وكنطبطو التحت يتحمر شويه ونطلع طاو. من بعد ان شاء الله ما يطبنا الكاب كيك، شوفوا كيفاش جا في الاخير، خليكم معايا حتى الاخير. من بعد ما اخواني اخواتي ما كملنا الكاب كيك ديالنا، كيجينا في هذا المنظر زوين صراحه، وكيشهي وكيحماطوا عليه الوليدات. حاولوا تجربوه لكم وليداتكم هانتوما كما كتشوفوا، كيجي زوين يعني، ومطاديرو ساهله جدا وبسيطه، وتقدر ديريه في الدار توجديه بسرعه يعني في ظرف وجيز. انت كيطيب دغيا الشيء نتوما معكم في الدار، نتوما شفتو كيجي طيب من الداخل وفيه المذاق ديال البرتقال. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم اخواني اخواتي، واللي ما شاركش قناتي فضلا وليس امرا تحاولوا تبارطاجيو الفيديو، اللي ما شاركش قناتي يومياتكم حاسيب باش تعم الفائده للجميع، وحاولوا ديروا لي مشاهده كامله للفيديو حتى الاخير باش نزيد نعطي اكثر، ونتمنى لكم التوفيق، وحاولوا تساعدوا القنوات بحال هذه الطبخ راه قليل فيها المشاهده، ما غتخسروا والو الا تفرجتوا الفيديو حتى الاخير، ونتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده للجميع. وشكرا لكم، والى فيديو اخر ما تنساونيش بلي لايك وبكومونتير، واللي ما مشاركش فعل جرس الجرس، وشكرا لكم، والى فيديو اخر.